حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده اختصره شعبه